هذا المدرس انقلبت الدنيا عليه. تمام؟ شوفوا نزل فيديو انه هو طلابه ديبتشون عليه، انتهت الدوام مالتهم، نجحوا انه وصلوا للنهايات وخلاص. المهم انقلبت الدنيا انه ديبتشون عليه. اجا واحد ابن حلال قام له بالواجب، نزل له هذا الفيديو. شوفوا. وقف وقف عليك. المثل يقول مرصدكم مرصدكم. مو سبع اتخذ. هذا شفتوا ذاك الفيديو، هذاك انتشر، هذول طلابه. أنا مو دفاعا عنه ولا أعرف شنو اللي دا يصير داير مدايرة، تمام؟ بس هذا أنا اتصلت به للمدرس شخصيا وسولف لي القصة. هذول طلابه زعلانين رضيانين ما أعرف شنو، دا يودعوا يشاقون بالتدريس بالهذا. المهم بالاستراحة مالته قال كلام معيب شوية، تمام؟ بس هو بينه وبين طلابه هسه اكو دا يصور. المهم نشروا له الفيديو واعتبروها فضيحة ما من وراها فضيحة، تمام؟ عمي المدرس مو خوش آدمي، عمي المدرس هذا مو خوش آدمي، تمام؟ يا وزير التربية زين أسألكم بالله سؤال، هذا الرجل بينه وبين طلابه لا هو مسؤول بالدولة ولا هو وكيل وزير ولا هو وزير، وقال حكي بينه وبين طلابه، اعتبرتوه إهانة للمؤسسة التربوية، أنا وياكم، تمام؟ عزيزي المخرج رجع لي للفيديو اللي بعده، راح أشوفكم الإهانة، انطوني الفيديو ذاك، تمام خلي لي إياه، تتذكروا هذا منو؟ يا وزير التربية تتذكر هذا منو؟ يا مدرس اللي أنت الآن شايليك وحاطيك، قل لهم هذا منو؟ هذا الإبراهيمي، خل أقول لكم إيش قال، خاف ما تدرون. يا مدرسين، يا معلمين، يا المؤسسة التربوية، هذا تدرون إيش قال؟ اسمع. إيه، هو أعتقد كافي هذا الموضوع. مو هي، هم أقلش المدرسين مو طايع حجي بيناتهم. مو طايع مو طايع أستاذ نافع؟ أستاذ نافع؟ أستاذ نافع، يقول أكثر أستاذ نافع. الابراهيمي هسه وين؟ هو اعتقد كافي. لحظة، الابراهيمي هسه وين؟ هذا الابراهيمي قال على المدرسين مطاير، وسأل المعاون ماله، قال له منا مطاير لو مو مطاير؟ قال له مطاير. وينه؟ احد حاسبه؟ يا سيد وزير التربية احد حاسبه؟ مثل ما تريدون تحاسبون المدرس على كلمة قالها بالاستراحة، تجيبون هذا وتحاسبوه. شلونكم؟ إلى كل التلاميذ وإلى كل المدرسين، إحنا وأني أول واحد يطالب بمساءلة ومحاسبة المدرس، بس اثنيناتهم سوء، هو وهذا. هذا اللي قال على المدرسين العراقيين مطاية، وينه؟ موجود بمكانه، موجود بالوزارة. يا وزير التربية، يا رئيس الوزراء، تمام؟